هذه المحاضرة راح ناخذ موضوع الـ Modified Speed Torque Characteristics of DC Series Motor. نفس الشيء اللي سويناه على الشنت موتور راح نسويه على السيريز موتور، نحاول نسوي تغييرات على الكاركترستيك للسيريز موتور. طبعا هنا عندي بالسيريز موتور الطرق اكثر، بالشنت موتور اخذنا طريقتين، هنا الطرق اكثر. راح نبدي مباشرة بالطريقة الاولى اللي هي طريقة اسمها سيريز ريسيستنس. الطريقة هي اضافة مقاومة على التوالي، هذه مقاومة متغيرة R على التوالي مع السيريز موتور، ونشوف وش راح تأثر لي هاي المقاومة المتغيرة. تأثير هاي المقاومة واضح، الماطور هذا من راح يشتغل راح يبدي يسحب تيار من السبلاي، هذا هو السبلاي هنا بين هاي النقطة هاي النقطة، راح اسلط فولتية في، فراح يبدي يمر تيار الارميتشر اللي هو نفسه راح يمر بهاي المقاومة المضافة المتغيرة، ويمر بملف الفيلد ويمر بالارميتشر. اذا هاي شنو تأثير هالمقاومة؟ راح تسوي لي فقط فولتج دروب، هنا راح يصير على طرفيها فد هبوط بالفولتية، راح يبوق او يسرق جزء من التوتال فولتج او الابلايد فولتج. كل ما الارميتشر راح يسحب تيار اعلى راح يصير الفولتج دروب هنا اعلى، او كل ما راح ازيد قيمة المقاومة R راح يصير الفولتج دروب اعلى. هذا هو باختصار تأثير المقاومة. زين، وشنو يعني؟ ايش راح تسوي لي على الماطور؟ كل ما تزداد هنا الفولتج دروب يعني قيمة الـ EMF اللي راح توصل للأرميتشر راح تكون أقل، وبالتالي أني أقدر أستنتج أنه تشغيل المقاومة تشغيل الماطور بوجود هاي المقاومة راح أحصل على سرعة دوران أقل من حالة تشغيل السيريز موتور بدون هاي المقاومة. خلينا نشوف الكاركترستيك، هذه موجودة عندي هنا، نلاحظ المقاومة مسميها مقاومة R. في حالة انه المقاومة R تساوي لي صفر، شنو يعني؟ شورت سيركت، ما موجودة، يعني اني ما ضايف اي شيء الى السيريز موتور، راح احصل على الكاركترستيك الاصلية للسيريز موتور. هذه هي الخصائص الاصلية للسيريز موتور اللي حكينا عنها سابقا. باضافة مقاومة، قيمة مقاومة الـ R راح تكون قيمة قليلة R1، راح تشوفون الكيرف هذا الجديد راح يكون تحت الكيرف السابق، فقط اللي تغير انه السرعة اللي راح احصل عليها هي اقل. كل ما راح ازيد قيمة المقاومة، هنا هذا كيرف جديد عندما اخلي المقاومة R2، و R2 اكبر من R1، يعني معناها انه انا شوية زيدت قيمة المقاومة، نفس الكيرف تقريبا بس شوية دا انزل الى الاسفل. ليش؟ يعني السرعة اللي دا احصل عليها هي اقل، ازيد المقاومة اوصل الى قيمة الـ R3 راح احصل على كيرف اخر جديد، ازيد المقاومة راح احصل على كيرف اخر جديد. نلاحظ انه الكيرفات في بزيادة المقاومة ايش يصير بها؟ دا تهبط الى الاسفل، للدلالة على انه اني دا احصل على كاركترستيك اخرى للسيريز موتور يكون بها السرعة اقل. نلاحظ انه بعض الكيرفات راح تنتقل من الربع الاول الى الربع الرابع، يعني ايش راح يتحول الماطور عمله؟ راح يتحول من حالة الموتورينج اشتغاله كماطور الى اشتغاله كبريك، راح يصير هنا بريك. شون بريك؟ يعني يكبح حركة اللود. شون راح يتحول الى بريك؟ اذا ازداد الفولتج دروب هنا بشكل كبير جدا نتيجة لزيادة قيمة المقاومة وقيمة التيار، راح يصير هنا فولتج دروب قد يكون اكبر من الابلايد فولتج، ممكن يصير قيمته اكبر من الابلايد فولتج. لذلك الاي ام اف اللي راح تصير على الاي ام اف مال الارميتشر راح تكون قيمتها بالسالب، يعني يتجه دوران المحرك الى الاتجاه السالب، راح يتحول من موتورينج الى بريكينج. هذه هي
التأثيرات حصلت على فاميلي اوف كاركترستيك للسيريز موتور بإضافة مقاومة متغيرة على التوالي. إذا تذكرون السؤال اللي سبق وأن سألتكم إياه، اللي هي مشكلة السيريز موتور، شنو هي مشكلة السيريز موتور؟ هذا الماطور لما أشغله آت نو لود أو آت لايت لود، يعني عند الحمل القليل، إيش راح يصير؟ راح السرعة توصل إلى اللا نهاية. أنا سألتكم هيك سؤال وردت من عندكم حلول، فبعض الطلاب جابوني إنه ضيف مقاومة على التوالي مع الماطور حتى تتخلص من هاي الحالة. لكن لو تلاحظون الآن إنه مع إضافة مقاومة حتى لو كانت قيمتها عالية جدا، بقت الخواص مال السيريز موتور بيها نفس المشكلة. هسه هذا الكاركترستيك أني أضفت فد مقاومة عالية على التوالي مع السيريز موتور، لكن بقى السلم هذا الماطور، هذا الماطور اذا راح اشغله ات نو لود او ات لايت لود، ايضا السرعه راح تقمز وتوصل الى اللانهايه. فاللي جاوبني هذا الجواب كان جوابه خاطئ. هذه المجموعه الاخرى من الكيرفات هي شنو؟ نفس هاي الكيرفات، لكن عندما المحرك يدور بالاتجاه المعاكس، هنا ده يشتغل كموتور ده يدور بالاتجاه المعاكس، وهنا ممكن ان يتحول الى بريكنج بالاتجاه المعاكس او بالريفيرس دايركشن. الطريقه الثانيه اللي موجوده هي ما تسمى بالشنتد موتور كونكشن. راح اخلي مقاومه على التوازي مع الماطور، هذا هو السيريز موتور، راح اخلي هاي مقاومه اللي هي شنت ريسيستر او تسمى بالدايفرتر ريسيستنت، دايفرتر ريسيستر. فراح اضيف هاي المقاومه الشنت واضيف بنفس الوقت مقاومه سيريز اللي اضفتها قبل شويه، نفسها قيمة الار. هسه راح ابدي الاناليسز مالتي، خلي اعتبر قيمة الار دي تساوي لي ما لا نهاية، يعني اوبن سيركت، يعني هي ما موجودة. وهذه قيمة الار السيريز ريسيستر راح اعتبرها صفر. ايش رجع الماطور؟ رجع الى اصله بدون اي اضافات، يعني هنا شورت سيركت وهنا اوبن سيركت. هذا الكيرف اذا راح ارسمه مال هذا الماطور، راح احصل الكاركترستيك الاصليه للسيريز موتور. الحاله الثانيه او الخطوه الثانيه ايش راح اسوي؟ راح اضيف سيريز موتور وراح احصل على مجموعه من الكيرفات هي اللي نفسها حصلتها قبل شويه باضافه سيريز موتور، باضافه سيريز ريسيستر للسيريز موتور. انا يعني دا احكي لكم انه هاي الشانت بعدها ما دخلت بالعمل، اوبن سيركت ما موجوده. خلينا نشوف هاي الحالتين ككاركترستيك، اقصد هذه هي حالة الشنت ريسيستر هي انفينيتي يعني اوبن سيركت يعني ما موجودة، والسيريز ريسيستنس هنا تساوي لي صفر. هذه هي الكاركترستيك الاصلية للسيريز موتور. ابدي اضيف مقاومة على التوالي مع الماطور يعني سيريز ريسيستر اضيفها، فراح احصل هذا الكيرف. هنا شوفوا اني الار دي بعدها انفينيتي، بعدها اوبن سيركت، بعدها غير موجوده، فقط اضفت السيريز موتور فقط اضفت السيريز ريسيستر، حصلت هذا الكيرف الثاني. وهذا الكيرف قبل شويه نفس اللي رسمناه. اضيف قيمه، ازيد قيمه المقاومه ار، راح احصل على كيرف جديد اللي هو هذا الكيرف اللي بي بعدها مقاومة الدايفرتر، بعدها صف انفينيتي، بعدها اوبن سيركت ما موجودة، لكن قيمة السيريز ريسيستر زيادتها بشكل كبير جدا. والتغير هو انه الكيرف مثل ما قلنا قبل شوية، الكيرف دا ينزل الى الاسفل، دا احصل على سرع دوران كل ما دا اضيف هاي السيريز موت عفوا السيريز ريسيستر، كل ما دا اضيفها سرعة التشغيل دا تقل، فالكيرف كله يهبط الى الاسفل. هذا الحكي ترى هو نفس الطريقة السابقة، اني لحد الان فقط اضفت السيريز ريسيستر. اضافة الشنت او ادخال الشنت ريسيستر الى العمل، ايش راح تسوي لي؟
هذه هسه اذا سويتها في قيمة معينة، ايش راح تصير؟ راح يصير عندي مجال انه يمر تيار عن طريق هاي المقاومة. هذا مرور التيار، يعني التيار اللي راح يجيني من السبلاي من هنا من السورس اللي هو نفسه التيار اللي يمر بهاي المقاومة، راح ينقسم الى قسمين، قسم يروح بهاي الدايفرتر ريسيستر، وقسم يروح الى دائرة المحرك السيريز موتور. وبالتالي التيار اللي راح يحصله المحرك راح يكون اقل، فراح احصل على انه قيم التورك تكون اقل. فهذا الكيرف لو تشوفون، هذا الكيرف هو اول كيرف اضفت الشانت ريسيستر. طبعا هاي القيم لو هذه نسيت اقول لكم، هذه قيم بير يونت، يعني من دا يكتب 0.5 هي يعني 0.5 بير يونت، مو قيمة المقاومة هي نص اوم. فهذا الكيرف الجديد اللي حصلته بإضافة سيريز ريسيستر مقدارها نص بير يونت، ووضع شانت ريسيستر او الدايفيرتر ريسيستر مقدارها نص بير يونت، حصلت هذا الكيرف. لاحظ انه صار عندي نقصان بالتورك شوية. هذا الكيرف تشوفون هذا الكيرف الاصلي، صار الكيرف الجديد مالتي قل قيمة التورك نتيجة للنقصان الحاصل بقيمة تيار الارميتشر، لان مو كل التيار راح يدخل الى الارميتشر، جزء من التيار يدخل هنا والجزء الاخر يروح الى الدايفيرتر ريسيستر. هذه هي فقط التغيير اللي حصلته من الشانتد موتور كونكشن. هنا فقط قبل ما نغادر هاي الطريقة، هذه قيمة المقاومة لو سويها انفينيتي يعني اوبن سيركت، راح اعزل الماكينة هاي سيريز ماشين، راح اعزلها عن السبلاي، فراح تبقى الماكينة هذا السيريز ماشين مربوطة مع مقاومة متغيرة. هذا يذكرنا بدائرة السيريز جنريتر، هذا عبارة عن سيريز جنريتر وهذا هو اللود مال السيريز جنريتر. اذا بهيجي طريقة، بهيجي اوبريشن، بهيجي طريقة عمل، اقدر اشغل الماكينة بدل ما كانت ك موتور اقدر اشغلها كجنريتر، بشرط انه هاي المقاومة تكون اوبن سيركت. راح اعزل دائرة هذه المشين عن الباور سبلاي، فراح اقدر احصل على منحنيات اخرى لما اشغل الماكينة كجنريتر. هذا هو الكيرف الاول، اني راح اشغل الماكينة كجنريتر، لاحظ انتقلت بالعمل الى المنطقة الخاصة بالجنريتر. هذا الربع الثاني هو الماكينة تتحول الى جنريتر. نلاحظ انه قيمة الار سويتها انفينيتي، فصلت الماطور عن السبلاي، الار دي الها فت قيمة راح تعتبر هي كلود للجنريتر. هذا حصلت كيرف، وهذا كيرف ثاني بتشغيل الماكينة كجنريتر. الجزء هذا اللي موجود هنا هو نفس الشرح السابق، لكن بتشغيل الماطور بالاتجاه المعاكس، وهنا نفس الشرح السابق هو تشغيل الماكينة كجنريتر بالاتجاه المعاكس. وهذا أول حالة تظهر عندنا أنه نفس الماكينة أحولها من سيريز موتور إلى سيريز جنريتر. هذا التحول ما كان ممكن بطرق الربط السابقة، فقط ظهرت عندما استعملت الشانتد موتور كونكشن. هذا الشرح، أنا أتمنى أن المحاضرة الفيديو تعيدوه مرة مرتين تفتهمون، بس هذا لا يغني على أنه أنت لازم ترجع تقرأ ما مكتوب بالمحاضرة مالتك. احنا لازم نعتمد بعد، يعني لازم نبقى معتمدين على القراءة التقليدية، هذا الشيء هو موجود عندك، فترجع تقرأ وتربط بين الكتابة والكلام اللي أنا دا أقوله، لأن احنا لحد الآن
يعني بعدنا ملتزمين بكلام أنا قلت لكم إياه سابقا. أنا أجيب لكم أسئلة شرحية، يعني أقول لك قارن بين هذا الربط والربط السابق، إيش راح يصير لما أزيد المقاومة، إيش راح يصير لما أقلل المقاومة. قد تكون أنتم امتحاناتكم أغلب الأسئلة تصير بيها multiple choice أو صح وخطأ، يعني قد إحنا نجبر إنه نسوي هيك أنواع من الأسئلة. فأنت يعني ما تقدر تمشي الأمور بعد إذا ما تقعد تقرأ هذا النص كله وترجمه وتربطه بالحكي اللي بالكلام اللي دا أقوله أني أثناء المحاضرة. هذا لا غنى عن هذه الطريقة. هنا دا يتكلم لي بهاي الورقة على شروط تشغيل الماكينة كجنريتر. فهنا من هاي النقاط تركوها، يعني احنا بعد ما نريد ندرس الماكينة كسيريز جنريتر، احنا شغلنا هو فقط اشتغالها بحالة السيريز موتورينج. فمنا من هاي النقطة اللي هو دا يحكي لي على السيريز جنريتر نتركها إلى أن نوصل الى الطريقه الجديده اللي هي الشانتد ارميتشر كونكشن اللي راح ناخذها بالفيديو اللاحق.